الطلبه كيجمعنا حنايا 11 الكليه منها طب العام طب الاسنان والصيادله. الملف المطلبي ديالنا اهم النقاط ديالو وهي الخصاصه، حنا الخصاصه التي تهم مباراه الداخليه ومباراه الاقامه، لي تيغان دو ستاج بغينا لي تيغان دو ستاج لي في سي اش او بوبليك يبقاو للطلبه ديال الكليه العموميه، الطلبه ديال الكليه الخاصه يكون عندهم لي سي اش او ديالهم، الطلبه ديال الكليه العموميه يبقاو لهم لي سي اش او ديالهم. الوغ الدراسات الطبيه الجديده وما يسمى بالنوفيل ريفورم خرجت في لو سي ان بي ان ديال لو 4 مارس 2019 دون اشراك الطلبه، الوغ كيسناو عليها في محضر 2015 ما تمش ديك النقطه ما تمش الاشراك ديالنا فيها واشراك بعض الاساتذه. والميزه نقطه الميزه اللي زادوها لنا في الدبلوم كيفاش طالب كليه عموميه تجي ويتخرج بميزات مقبول او لا باسابل، تجي ولي باسيون كيفاش لي باسيون غادي يجيو عند ان ميدسان بميزات مقبول. كذلك لي بارتيكولاريتي ديال الميديسين دونتيغ كما قلت لكم لا سيزيام اني دونتيغ وليكزامان دابيليتاسيون، كاين المشكل ديال التخوازيام سيكل، التخوازيام سيكل لحد الساعه مازال ما خرجاتش نوفيل ريفورم ديال التخوازيام سيكل، الوغ كو الناس وصلت 5 اني ديال نوفيل ريفورم 4 اني نوفيل ريفورم و3 سيكل مازال ما خرجش. كاينه النقطه ديال 7 اني ديال الميديسين جينيرال اللي عندهم مشكل في لافيكتاسيون، مشكل ديال لي بورس، كتصيفط واحد من مثلا هو من مدينه وجده كيمشي لورزازات ولا مدينه مراكش كيمشي لورزازات بورس ديال 1500 درهم، الوغ ني لوجمون اوكان لوجمون اوكين اسيورونس ديال داك الطالب. كنا مشكل افيكتاسيون مشكل لا بورس، حنايا فاتحين على باب الحوار من نهار عرضنا المحضر الاتفاق في نهار السبت وحطينا لي دوموند دوديونس للوزاره، عطينا لي ريبونس ديال الطلبه اللي تمرفت ديال المحضر الاتفاق بنسبتها فوق 91% ولحد الساعه ما كايناش استجابه من الوزارتين. وهو السنه بيضاء حنا ما بغيناهاش، حنا بغينا نحلوا الازمه في اقرب وقت، ولكن الوزاره طونكو ما بغاتش تحل معنا المشاكل ديالنا راه هي اللي بغات السنه بيضاء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.